ما أجمله من مساء الذي يكون معكم وبرفقتكم أحبتنا متابعي برنامج عمو فرحان، كل الهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم بأجمل ترحيب في هذا المساء الجميل. كل الهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج عمو فرحان. أكيد راح تستمتعون بحلقتنا لهذا اليوم، لأن راح تكون جميلة جدا. نوعدكم بحلقة مميزة جدا مع أصدقائي اللي وياي بالاستوديو اللي أرحب بيهم. بنين شلون شابك؟ الحمد لله زينة، انت شلونك سمير؟ انا الحمد لله بخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج عمو فرحان، اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج عمو فرحان. ومن بنين الى احمد الراقي، شلونك احمد؟ اهلا ومرحبا، شلونك يا سمير؟ انا الحمد لله بخير، شلونك؟ الحمد لله بخير، ذات الخير. نعم يا سمير، نقدر نرحب بالاصدقاء؟ ساعتك تشتغل؟ هاي ساعتي؟ ايه؟ ايه ليش؟ بيش بالله؟ ها؟ بيش بيش؟ ايش؟ سمير خلص على الاصدقاء. انا بدي اسالك ساعة بيش. ليش؟ ها؟ غير اسالك على الوقت. من زمان، ها بيش سعرها لو الوقت؟ لا الوقت. الوقت بثلاثة. الوقت بثلاثة وش قد؟ ثلاثة وثلاث دقائق. عاشت ايدك. ها شوف. جميل، يلا بلش سلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي ومشاهدينا الكرام. مشاهدي برنامج عمو فرحان، اهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده والجميله ان شاء الله من برنامجكم لهذا اليوم، واكيد ما انسى تحياتي. شكرا جزيلا. نعم، ربيع القلوب يا اصدقائي هو القران الكريم مثل ما تعرفون، واحنا اقبل علينا شهر الخير، شهر البركات ان شاء الله قريبا راح يكون شهر رمضان الكريم. فبهذا الشهر الكريم نريد من عندكم تستمعون للقران الكريم وتقرؤون القران الكريم وتحاولون تحفظون القران الكريم. اللي يقول أنا إيش وقت يصير عندي وقت، أنا أقول لك إنه إذا تقرأ ممكن صفحتين بعد كل صلاة راح تقدر تختم القرآن بسهولة ويسر. لذلك ما أوصيكم إنه أقبل علينا الشهر الكريم، خلينا نستعد وما ننسى القرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم يجب علينا أن نقرأ بكل الأيام، لكن شهر رمضان الكريم إلى طعم خاص ما أوصيكم بعد أصدقائي. هسه مثل ما ذكرنا القرآن الكريم، خلينا نستمع لآيات من الذكر الحكيم بصوت أحمد الغالي، تفضل يا أحمد. شكرا جزيلا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة حكاية يوم. يا أهلا وسهلا بكم أصدقائنا مرة أخرى في برنامج عم وفرحان، ووصلنا معكم إلى حكاية اليوم، والحكاية اليوم أحكيها لكم أنا. أصدقائي أريدكم تنتبهون زين على هاي الحكاية والقصة، لأن هاي القصة مهمة جدا وراح نتعلم من عدها الأشياء الحلوة والكبيرة والكثيرة، تمام؟ لذلك انتبهوا عليها على مود ما يفوتكم شيء من القصة، تمام؟ خلوا عيونكم مثل عيوني هيك مفتوحات. يلا هسه راح أسولف لكم القصة. بيوم من الأيام يا أصدقائي، مديرة الروضة طلبت من التلاميذ اللي عندها بالروضة أنا أسوي لهم لعبة، لكن قالت لهم هاي اللعبة راح أقول لكم شنو شروطها على مود أنتوا تنفذون يا أصدقائي. قالوا لها تمام. قالت لهم طبعا الروضة كانوا معلميهم شلون يكتبون، يعرفون يكتبون أسماءهم ويعرفون يكتبون، يعني كانوا متميزين جدا. قالت لهم يوم غد يا أصدقائي أريد من عندكم تجيبون على كل واحد تكرهوه تجيبون بوتيتاية واحدة، يعني تكتبون عليها اسم. مثلا أني لنفرض أكره، أنا أحب أحمد، بس لنفرض أكره أحمد، أكتب على البوتيتاية أحمد وأجيبها، وأني أضوج من بنين أكتب عليها بنين الثانية وأجيبها. باليوم الثاني إجوا اللي روضتهم أو مدرستهم يا أصدقائي، وكل واحد جايبوا يا بوتيتايات على عدد الأشخاص اللي ما يحبهم اللي يكرههم. فواحد جاب بوتيتاية واحدة، واحد جاب 5، واحد جاب 6، واحد جاب 7، واحد جاب 3، كل شخص إيش قد يكره كم واحد على عددهم جاب وكاتب عليهم الأسماء.
قالت لهم المديرة هاي اللعبة راح تستمر الأسبوع، هسا أريد من عندكم ذن البوتيتايات اللي جبتوهن تقشروهن وهيج تثرموهن وتخلوهن بكيس وتخلوهن بالجنطة مالتكم وتبقون تحملوهن وياكم لمدة أسبوع كامل. وفعلا كل من بدأ يقشر البوتيتا مالته ويثرمها ويخليها بالجنطة مالته بالكيس، مشى أول يوم صارت ريحة مو طيبة بالبوتيتا، ثاني يوم الريحة صارت أزيد وبدوا يتململون من عدها دول التلاميذ، واليوم الثالث والرابع لحد ما وصل الأسبوع قوة يتحملون الريحة الكريهة اللي موجودة بهاي الحقيبة. باليوم السابع عجوا قالت لهم يلا خلصت اللعبة، يلا هسا كل واحد من عندكم ينطيني الكيس. أخذت الكيس من عندهم كيفا، قالت لهم هسا شلون كان هذا الأسبوع؟ قالوا لها قاسي جدا كان يا ست، وهسا استونا شوي ارتاحينا وخلصنا. لما خلصنا من هذا الحمل اللي كنا هم حمل نشيل على ظهرنا وبنفس الوقت الريحة اللي صارت بي كلش مو طيبة أذينا من عندها، قالت لهم شوفوا هسا أنا راح أقول لكم شنو المعنى والمغزى من هاي القصة يا أحبائي. المعنى والمغزى من هاي القصة أنه لما أنت تبقى شايل وياك كره شخص، هذا راح يكون مثل هاي الريحة اللي صارت الكريهة راح يكون على قلبك، ودائما من الذكرى تتأذى. لذلك عليك أن ما تكره أحد وأن تحب كل الناس وأن تسامح الآخرين على ما تتخلص من هذا الحمل ومن هذا الكره، وتعيش حياتك كلش سعيدة وتعيش بسلام داخلي. والسلام الداخلي يا أصدقائي أقصد به أن تكون أنت مرتاح وأن يكون ضميرك مرتاح. هذا شو وقت يصير؟ هذا يصير لما نسامح الآخرين وما تكرههم. وحتى الله سبحانه وتعالى يا أصدقائي شنو يقول بالقرآن الكريم؟ يقول وليعفو وليصفحوا، يعني تعفو عن الآخرين وتصفح عنهم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ يعني احنا لما نعفو عن الآخرين ونسامحهم الله أيضا راح يعفو عنا ويسامحنا. ويا أصدقائي أقولكم شغلة، الحب الحقيقي أن تحب شخص مو معناها أن تحبه أنه يكون إنسان كامل، لا، أن نحب الإنسان المكامل لكن بطريقة صحيحة، أن نحب الإنسان الآخر كما هو، لا نريد أن يكون مثل ما إحنا نريد. لذلك يا أصدقائي هسا مثل ما وضحت لكم بالقصة، أشبه من تكون هاي البوتيتا هيك مترومة وباقي الأسبوع والريحة من عندها كلش مو طيبة، الكره أيضا من تكره شخص أيضا راح تتعيش بنفس هاي الحالة، دائما تكون حزين، دائما تكون ضايج، كل ما تتذكر الضوج. والحل الأنسب يا أصدقائي شنو؟ أن نسامح الآخرين. أرجو أن تكون قد عجبتكم هاي القصة يا أصدقائي. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. يا الله لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلون الاحوال؟ مساء النور والبركه. اهلا وسهلا. اهلا بالعزيز. اهلا بك يا سمير. شلونك يا عيوني؟ الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. انا كنت يعني بالطريق ومن خلال البث المباشر سمعت القصه الحلوه الجميله الرائعه. احسنت وطابت انفاسك. تمام، شكرا جزيلا لك. هاي الحقيقه القصه يعني كلش مهمه. رائعه جدا يعني. انت لما نسامح الاخرين من تذكرهم بالخير وانت فرحان. لا اكيد اخو، طبعا يعني لازم نكون متسامحين بين بعضنا. ومثل ما ذكرت انه ايات بالقران كثيره نزلت، وايضا احاديث عن النبي الاكرم سلام الله عليه وصلى الله عليه وسلم. نعم اكيد. نعم بالفعل، ورواياته للبيت ايضا تحث على التسامح. بالمناسبه شوف اكو مقوله الناس تستخدمها يا مهدي. نعم. هي مثلا يقولون سوي زين ودب الشطر. اي صح. هاي غلط. تعرف ليش؟ الإمام السجاد عليه السلام هو إمامنا واللي نقتدي به، صح؟ صحيح. الإمام السجاد يقول اعمل الخير إلى من هو أهله. نعم. وإلى من ليس له بأهل. ليش؟ يقول إذا هو من أهل الخير ويستحق الخير فهاي بمكانه. صح. وإذا كان ما يستحق الخير أنت أهل أن تفعل الخير. جميل. أنت أهل أن تفعل الخير. ما شاء الله. شوف مهدي، في اليوم كان واحد قاعد يم الإمام الحسين عليه السلام الله يعني. فش قال
دا يسولف ويا الناس والإمام هم أحد يعني موجودين ودا يسمع. هو كان قاعد يمين الإمام الحسين فقال لهم هسه الخير بعد المعروف مو مثل قبل، أكو ناس ما تستحق من نسوي هالمعروف، أكو ناس ما تقدر المعروف. فالإمام الحسين قال لا مو هالشكل، مو هيك السالفة. قال العد شلون يا سيدي ومولاي؟ قال باع المعروف مثل وابل المطر. مثل المطر الوابل يعني شلون ينزل المطر؟ المعروف مثل وابل المطر، مثل المطر يصيب البر والفاجر. الله جميل جدا. يوقع الخير خشادمي كلها على الجميع ويوقع على المخوشات. انت تسوي الخير، انت تعطي الخير، انت عليك تعطي الخير، ومثل ما يقول المعامله مع رب العالمين. تمام. وتبقى هنا النيه، اذا نيتك صافيه وسليمه رب العالمين يكون وياك. ونيه أكيد. المؤمن خير اكيد من شنو؟ والله ما ادري. من عملك. نعم. نيتك خير من عملك اصلا. نعم. ومرات رب العالمين يعطيك على نيتك الحسنه اكيد طبعا. انت صالح سيدنا بالنياس. لا ذا اظل هيك وكل واحد ما مثلا ياخذ البوتيتات مالته مع ما تشوف سيزي عزل مو والله. يلا خلينا نستقبل اتصالات. ارقام ضبط اسفل الشاشه. لا نبدي باستقبال اتصالات. نستقبل اتصالاتكم ومهدي حضر القلم مالته. اي حضرت. يلا اول اتصال راح يكون وياك يا سمير. نهدي لك. يلا ابدي انا. زينب من بغداد يا اهل بزنوبه شلونك؟ زين الحمد لله. سلام عليكم جميعا. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا زينب. زينب شنو اخبارك ومورك؟ زين الحمد لله. الحمد لله. ليش ضحكتي من قلت لك اخبارك ومورك؟ مو زينب بالدراسه. مو زينب بالدراسه طبعا ان شاء الله تحسنين. بالمناسبه زينب سمعيني مو؟ ايه. المو زين بالدراسه مو معناها مو ذكي صراحه، ما له علاقه الموضوع. صح. يعني انا في يوم من الايام دا ادرب اطفال. نعم. على الانشاد. نعم. فاختاريت طالبه صوتها كلش حلو، طفله. حلو. صوتها كلش حلو، سمعيني زينه؟ نعم نعم. اي فاختاريتها بدت تأدي، اجت المديره قالت لا شلون اختاريت هاي؟ خذ هاي. قلت لها ديش صوتها مو حلو شلون اختارها؟ قالت لا مو هاي درجاتها مو زينه. قلت لها شنو علاقه درجات مو زينه؟ شنو علاقه بداها وصوتها حلو او مو حلو؟ عرفت شلون؟ نعم. فالطالب اللي يجيب اعلى درجات مو معناها هو الاذكى. يراد لك شويه تقولين انه خلاص خل ابدي مره ثانيه وابدي وراح تنجحين. نعم. تمام. بس يعني انا حيل تعذيت واليوم كلمت لان ورا امتحان كيمياء حيل. شلون شلون؟ تعبت اليوم يعني تعبت حيل صارت 3 ايام اديك على الكيمياء وكان مثلا ما جاوبت. اي مو مشكله انه راح نعيد. خلاص راح نعيد مره ثانيه بطريقه مختلفه ونقرا. نعم. اكثر وننسى الماضي ونرجع ننجح يعني ابدا لا تايسين. تمام. تمام متفقين. تمام زينب. الامتحان الجاي نتفائل نريد. تمام ان شاء الله. بس شنو مو مثل اللي يعني هسه مثلا بس ما تعبت بهذا حيل حيل وصار اليوم شو التعب زين شو التعب زينب خلي اقول لك شغله. تمام بس مو تقولين سمير حكي علي. تمام. شوفي زينب لنفرض هسه مثلا موسم مال رقي. تمام. هسه نزرع احنا رقي خوش. لازم من هسه نسوي القاع ويعني نجيب المكاين ونكرب القاع وبعدين نجيب الرقي ونزرع ونسوي مي ويوميا داري لحد ما يجي الموسم نحصل. صح. انت ايش ده تسوين؟ اجا موسم الرقي عفتي، لا اشتريتي حبوب لا كربت القاع لا سقيتيهن، بقر 3 ايام على الموسم ويطلع الرقي، اجيت وجبت الحبوب وقمت تزرعين وهديتي عليه الماء وغرقت. صح. لا يهنا يطلع، فانت شنو كل يوم بيومه، التحاضير خليهم كل يوم بيومه مثل الزراعه، تمام؟ والله ان كل يوم بيومه بس يعني كانت الاسئله كيف صعبه. ها الاسئله صعبه. الله يعينكم. انت يا صف؟ رابع علمي. رابع علمي جيد. طبعا اسئله خارجيه ما اجت من الكتاب. ها جايبتها من كتاب السادس. يلا تمام نتمنى لك كل التوفيق على كل واكيد انت من قريت استفاديتي. هسه روح للسؤال شنو رايك؟ قالت لك اسمها؟ نعم. لا ما قالت اسم اسمها. بابا بلا زحمه عليك. زينب عامر. زينب عامر. نروح للسؤال. يلا السؤال كونوا متفائله مثل ما اتفقنا. ان شاء الله صديقتنا زنوبه الورده صبر ان الله مع الصابرين ان شاء الله تجيك الاسئله سهله المره الجايه. السؤال يقول اذكرينا حديثا شريفا يحث على النظافه. قال الرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم النظافه من الايمان. احسنتي جابوا موافقه صح. زينب بريد من عندك مشاركه.
ما شفت راحة بحياتي. والله راح بقول ما شفت راحة. ظل العباتي ناحلة وما بي حيل، وين عباس الكفيل؟ أنا زينب، أنا زينب، أنا زينب، كنت هبة مدللة. أنا زينب والمصايب رافقتني بكربلة. أنا زينب ألمت نصيات خالي وحرملة. أنا زينب يا مصاب ويا عذاب اتحمله، ورايحة العباس ذلة، وفي ما أحمي مذلة. ليتوب باكر نشيل، وين عباس الكفي؟ أنا زينب. توجهي لمولاتي زينب هاي ايام، ايام 40ها، تقضي لك حوائج ان شاء الله، وحتى تسهل امرك في الامتحانات الجايه. يا رب النجاح دوما والتوفيق. شكرا. حسين من كربلاء، السلام عليكم حسين. وعليكم السلام. شلونك ابو علي؟ زين الحمد لله. دوما ان شاء الله. اسم بابا شنو بيصف انت؟ حسين علاء. حسين علاء بيصف. قد عمرك؟ صف الاول ما شاء الله. شنو حافظ حتى سمعنا مشاركه؟ شلونك يا حبيبي؟ حبيبي حسوني مشتاق لك. انت شلونك؟ هلا بحسون. هلا بحسوني. جاهز سمعنا مشاركه؟ ايه يلا سمعنا. مشاركاتك حلوه انت يقولون. الله انفجر الانهار وانطق الاطيار، وجمل الاثار بالعطر وجمالي، يعلم العصفور الجوا ان يطيري، ومن جل الغديري ما شاء الله. روعة، مشاركة جدا 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 رائعة. تحياتنا حسوني، ونشكرك على اتصالك، كان اتصال مميز. تحياتنا حسين. يلا نعم، عندنا اتصال آخر. وي بنين. بنين. نعم نعم. بنين تعدك اتصال. اي نعم. يلا خذيه تفضل. عندنا اتصال صديقتنا زهراء من الأنبار. السلام عليكم. من بابل. وين شو داش عن بابل؟ طلعت على خير. أوكي ماشي. صديقتنا زهراء من بابل، يا أهلا وسهلا بيك وأهالي بابل. السلام عليكم. صح عليكم السلام. شلونك؟ زينة إن شاء الله. دوم الزينة والحمد لله. صديقتنا زهراء خليك شوية ويانا حماس، وقولي لنا شنو اسم البابا. أم اسمها أمك؟ لا بابا، احنا نريد بابا. اسم اسحاق. اسحاق؟ ايه نعم. صديقتنا زهراء اسحاق، يا اهلا وسهلا بيك. زهورة جاهزة نروح نشوف السؤال؟ زين قبل هي تبي ياصف؟ بالروضة. بالروضة. سؤالها قول لها، لا سؤالها قول لها عددي لي ثلاث الوان. زين عددي لي ثلاث الوان. أسود، أحمر. شو قلتي لي؟ ياه خليها هيك. وردي، أخضر، وأخضر. أحسنتي. برتقالي. عافية البطلة. أحسنتي يا وردة. وهسه سمعينا مشاركتك. اللهم كن لوليك حجة لابن حسن، صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى في أرض وعارة وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لاتصالك يا صديقتنا زهراء، اسمك دخليانا بالقرآن. نعم حسنتم، واتصال إن شاء الله. زينب من ديالة. ديوانية أبوية. ديوانية. السلام عليكم. مرحبا يا زينب، شلونك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زينب البداية اسم بابا وبأي صف صديقتنا؟ زينب قاسم. تمام. ها زينب قاسم بياصف يا زينب. بالتوفيق ان شاء الله. هسه قولي لي جاهزه حتى نشوف السؤال على الشاشه ان شاء الله؟ نعم. يلا نتوجه ونشوف السؤال ان شاء الله. والسؤال يقول يا زنوبه الورده،
بماذا كان يمتاز الإمام الحسن عليه السلام ابن الإمام علي عليه السلام؟ بالكرم. بالكرم أحسنتي إجابة صحيحة. أحسنتم وبارك الله بكم. الآن يا زينب تفضلي سمعينا مشاركتك. يلا يا زينب أكو مشاركة؟ لا طبعا اتصال مع الأسف. تقدرين تسألين ويانا المرات الجاية. يلا يا عودولة تخليانا بفرح إن شاء الله. نعم أصدقائي أكيد أنه هسه راح نروح ياكل فاصل، والفاصل من بعده يرجع مهدي يقرانا من أناشيده وقصائده الحلوة الجميلة. اليوم شو محضرنا مهدي؟ إن شاء الله على الخدمة الحسينية. ها؟ ولا إيه يعني؟ ها ولا إيه؟ قصيدة ولا ممكن شوية من اللحن مالتها؟ نعم ممكن شوية من اللحن؟ خو راح تسمعها كاملة بعد الفاصل. لا شوية اسمعها شوي شوقنا للموضوع. لازم أطلع الموبايل لا لا هيك هيك شوية ورا الفاصل. أول كلمة لحظات هاي شنو الموبايل؟ ما اتفقنا هيك. ها؟ ها؟ ما اتفقنا هيك غير محضر هتة. هي محضرة غير أعرف كلماتها. تقول حسيني وغايتي الخدمة. ايش شوية لحن شوية. حسيني وغايتي الخدمة عبدي يقبل نبول يمة. وكمل بعد الفاصل. كمل 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 كمل. بعد الفاصل نرجع لكم أصدقائي. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، أنا صديقتكم البومة الحكيمة بو. في أحد الحقول يا صغاري كانت دجاجة تعيش مع فراخها الصغار، وكان يعيش معها في ذلك الحقل بطاط وأرنب وقطة وسلحفاة، وكانت جميع أصدقاء. في أيام الصيف انقطع المطر وجف الحقل ولم يجدوا طعاما يأكلونه. ذات يوم كانت الدجاجة تبحث في الحقل فوجدت حبات من القمح. أخذت الدجاجة حبات القمح إلى الأصدقاء، فرح الجميع وقالوا هيا هيا نأكلها معا. قالت الدجاجة إنها قليلة جدا، لا تكفي لا تكفي. ثم قالت عندي فكرة. قال الأصدقاء وما هي؟ قالت الأفضل أن نزرع حبات القمح لنحصل على حقل من القمح. صفق الأصدقاء لفكرة الدجاجة وفرحوا كثيرا. شرحت الدجاجة الفكرة لأصدقائها وقالت والآن من يقوم بحراسة الأرض؟ سكت الجميع. قالت الدجاجة أنا سأقوم بحراسة الأرض. قامت الدجاجة بحراسة الأرض وحدها، وبعد عملها نثرت حبات القمح. أخبرت الدجاجة أصدقائها بذلك فصفقوا لها وفرحوا. قالت الدجاجة والآن من يقوم بسقي الحقل؟ هنا سكت الجميع. قال الأرنب أنا لا أحب السقي. والجميع مثله قالوا. قالت الدجاجة أنا سأقوم بسقي الحقل إذن. قامت الدجاجة بسقي الحقل، وبعد مدة نبتت حبات القمح وظهرت السنابل الصغيرة. السنابل كانت تكبر وتكبر كل يوم، فأخبرت أصدقائها بذلك وفرحت فرحا كبيرا وقالت لقد أصبح لون الحقل ذهبيا وقد حان وقت الحصاد. من يقوم منكم بحصاد الحقل؟ سكت الجميع. وقال الأرنب
أنا لا أحب الحصاد، ألم أقل لك أنا لا أحب الحصاد؟ والجميع كرروا وقالوا مثله. فقالت الدجاجة: أنا سأقوم بحصاد الحق. قامت الدجاجة بحصاد الحق، فصنعت عددا من أرغفة الخبز اللذيذة، وأخبرت أصدقائها وقالت لهم: أنتم جميعا كسالى ولا تحبون العمل، ومن لا يشارك في العمل فليس له الحق في الأكل. أيها الأصدقاء، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل والتعاون فيما بيننا، وهو لا يحب الكسول ولا يساعده. هل عرفتم الآن مغزى قصتنا يا أحبائي؟ إذن انتظرونا وقصة جديدة من قصص البومة الحكيمة. بو! إلى اللقاء. حسيني وغايتي الخدمة، عبد يقبلنا ابو اليمة. حسيني وغايتي الخدمة، عبد يقبلنا ابو اليمة. سبب توفيقي من هاجة، الملك يمك نزع تاجة. سبب توفيقي من هاجة، الملك يمك نزع تاجة. حسيني وغايتي الخدمة، حسيني وغايتي الخدمة. يلي مشبعني من خيرك، فضلك جازي وزيادة. بضريحك لو يطوب مهموم يطلع ماخذ مرادة. يلي معلمنا صير إنسان ومدرسني كالعادة. حسيني عامل الخدام، حسيني عامل الخدام، مثل ما يعامل أولاده، مثل ما يعامل أولاده. حياتي بخدمتك كلها، أعمالي يكون يقبلها. تنطل يطلبك حاجة، الملك يمك نزع تاجة. حسيني وغايتي الخدمة، حسيني وغايتي الخدمة. ليخدمك بالأرض سلطان، حقه يسولف ويفخر. قنبر خادمه للبيت، واني خادم القنبر، واني خادم القنبر. أحبك من قلوب ولسان، يا عطشان يا موذر. حظش كبرى يا مولاي، أصعد وأقرع المنبر، أصعد وأقرع المنبر. حبيبي ويسري ويدمي، مغزر كم حليب أمي. قلبي عليك معراجة، الملك يمك نزع تاجة. حسيني وغايتي الخدمة، حسيني وغايتي الخدمة. استلد بسوالفك يا حسين، سير يا هوال ريا. يلطاريك ريحة هيل، صرت مثل النفس بيا. أجيك وتفيق قلبك باب ماي وطب سواجية. ربك خلاق هاي الناس، طين عجنته بلاطمية. صفاتي وياك تتكامل، حواسي بيك تتغازل. صفاتي وياك تتكامل،
حواسيبك تتغازل شمسك دوم وهاجه الملك يمك نزع تاجه حسيني وغايتي الخدمة حسيني وغايتي الخدمة القلب ما يسع محبوبي انت والعشق عذري وحدك لا شريك وياك طاب ومسجلك عمري طاب ومسجلك عمري ولو عيش بعمر نوح ما يشبع لطوم صدري طلب بس عندي يا مولاي طلب بس عندي يا مولاي تجيني تزورني بقبري تجيني تزورني بلحدي وبس هذا الطلب عندي تجيني تزورني بلحدي أنا بس هذا الطلب عندي مثلك روحي تحتاجه ملك يمك نزع تاجه حسيني وغايتي الخدمة. فقرة الأعمال اليدوية وراح نسوي عمل شجرة الصبار. هسه راح ناخذ اللون الأخضر واللون السمائي وعندنا هنا الورقة اللي هي راح نحط بيها نلزق بيها الأوراق الفاين. بالأول راح أجي أخذ السمائي وأقص شكل المزهرية أو السندان اللي راح أحط بيها شجرة الصبار. مثل ما نعرف ان شجرة الصبار اللي هي موجودة بالصحراء
وصبار اللي هو يتحمل حرارة الشمس ويخزن كمية كبيرة من الماء، وحتى يكون انه عنده اشواك، واللي هاي اشواك واحد لازم يدنى لها، لان اذا دنا راح تطب بايديه راح يتاذى. سوينا هنا شكل المزهرية، وهسه راح اخذ اقص دائرة هنا بالخضرة. صار هنا عندنا شكل الدائرة. هسه هنا هاي عندنا هنا السندانة، هاي الدائرة انا هنا مسوية عدة دوائر بهذا الشكل. هسه هاي الدوائر هنا هم عندي، عندنا هاي الوردة هم سويناها. فهسه شنو؟ هاي الدائرة راح اجي اطبقها هيج، راح اطبقهن هسه اللي راح اجي بالاول راح اجي الزق السندانة. أجي أزق الأوراق اللي هي راح تكون على شكل الصبار. حتى صبار له ألوان وأشكال كلش حلوة، يعني إذا واحد رايح للمشتل وملاحظ إنه حاطين صبارات تكون بشكل تغير بألوان كلش حلوة، اللي هي أحمر ووردي وبنفسجي، لها ألوان كلش حلوة. هسه راح أرسم الأشواك.
صبارك والمتروس شوك اللي هي تكون مثل الدبابيس الأبرية. هسا راح أجي أرسم فوقاهن وردة من الصبار اكو بعضهن يطلع عنهن ورد تكون هيك بالنهايه. بس راح اجي اخذ هاي الورد اللي سويتها راح الزقها هنا أنا. وش اصدقائي خلص عملنا وسوينا شجره الصبار. حرف الجيم. لقد مزقت هذه الفأرة المزعجة جميع الملابس وأكلت الأوراق. لقد مزقت كل شيء. لا بد أن نتخلص منها. ولكن كيف نستطيع القضاء عليها؟ إنها تقوم بقضم الأشياء وتختفي بسرعة. لا بد من وجود طريقة لنفكر معاً. وجدتها. ماذا وجدت؟ وجدت فكرة للقضاء على هذه الفأرة المزعجة. وما هي فكرتك؟ سيساعدنا حرف الجيم في هذه المهمة. أنا؟ وبماذا أساعدكم؟ إن شكلك يساعدنا في القضاء على هذه الفأرة المزعجة. حسناً، وكيف يمكن ذلك؟ أنا سأخبركم. سننصب لها كمينا لاصطيادها وسيقوم حرف الجيم بهذه المهمة. حسنا، أنا مستعد للمهمة، ولكن ماذا علي أن أفعل؟ ها؟ ستنام هنا دون حركة لتوهم الفأرة بأنك نائم، لأن شكلك أشبه بالمصيدة. وبما أنك تمتلك نقطة فسنقوم بطلي النقطة بلون أبيض ونجعلها كأنها جبنة لنوهم الفأرة، وهكذا ستأتي الفأرة لتأكل الطعم وتقوم أنت بإغلاق الحلقة، وهكذا نقضي عليها. فكرة رائعة، هيا بنا لننفذها. حرف حرف الجيم وأنا بعد الثاء أقيم. خامس حرف حرف الجيم وأنا بعد. أحسنت يا حرف الجيم، لقد أمسكنا بها. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. حياكم الله. شلونك مهدي؟ حياك الله سمير. شلونك؟ ممكن ناخذ كم اتصال صح؟ نعم ممكن ناخذ كم اتصال. ممكن، يلا خلنا ناخذ اتصالات مباشرة، الوقت بدأ ينفذ. يلا فاطمة. نعم. من بابل. فاطمة من بابل، خلنا نطيها البنين. يلا بنين. نعم أوكي. عندنا اتصال صديقتنا فاطمة من بابل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم جميعا. عليكم السلام جميعا. شلونك فطومة؟ الحمد لله بخير. انتم شلون؟ احنا بخير دوما. انت بخير فاطمة؟ شوية علينا صوتك وخليك شوية ويانا حماس، وقولي لنا شنو اسم البابا؟ احمد. فاطمة احمد. طيب انت وياصف؟ اول متوسط. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله من نجاح الى نجاح. جاهزة نروح نشوف السؤال؟ يلا خلينا نروح ونشوف السؤال. إن شاء الله سؤال سهل وتقدرين تجاوبين عليه.
أين يقع مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام؟ بغداد. أحسنتي، إجابة صحيحة. هسه فطومة سمعينا مشاركتك. رافع ايدي بالدعاء، أمنية عندي ورجاء، المهد أشوفه بكربلاء، ونلتقي بصحن الحسين، ونلتقي بصحن الحسين، في حرمان اشتاق أشوفه، أدعي ودموعي جرت، وكل خميس أتمنى أني أقعدي ببابي الصحن. ما شاء الله. على زوار أبو اليمة عيون بس يراقبن، على زوار أبو اليمة عيون بس يراقبن، قلت أتفرج وأشوف منتظر ابني الحسن، أشوفك يا يوم اللقاء، أمنية عندي رجاء، المهد شوفه بكربلاء، ونلتقي بصحن الحسين، نلتقي بصحن الحسين. آمين يا رب، وإن شاء الله هذه الأمنية تتحقق لنا جميعا، ونكون من أنصار مولاه صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. سنتي شكرا، مشاركة رائعة. مهدي خلنا نتفق أنا وياك برأيك، لمن نلقى هذا الاتصال؟ هذا الاتصال؟ ما أعتقد أنك اتصال هسه. شام بنين أخذتنا قبالة اليوم، هم مشاركة وهم. يلا بنين عندك مشاركة؟ إي نعم عندي مشاركة. فضلي. يا أهلا وسهلا صديق سمير. أهلا وسهلا، سهلا مشاركة. أهلا وسهلا، يلا ماشي. حكايات شعرية. بعد الليل أتانا النور، ما أحلاه بكل سرور، الله. لا يخشى الظلمة والسور، مبتسما كصباح الأمس، قلنا أهلا نور الشمس، رد وحيانا بكلام، قال سلاما ألف سلام، أنتم صحبي سأرافقكم طول الدرب، لكن من ليس له عندي أي تحيات أو ود، من يبقى بين النيام. حلو. طبعا ذكرتني بمال سقراط. نعم. إيه سقراط. سقراط لو أرسطو. نعم. والدته قالت للمعلم، نعم. قالت لبكت بال هذا يظل نايم الصبح ما يقعد. تمام. قالت لي يظل نايم الصبح ما يقعد، بلك تقول له قصة على مود يقعد من الصبح. تمام. عفو اسمعني عوف القرآن. إيه قال بلك الصبح يعني على مود يقعد. فالمعلم إيش قال له؟ قال له أقول لك الطفل اللي يعني العصفور اللي على الشجرة. تمام. العصفور اللي على الشجرة اللي يظل نايم ما يقعد الصبح ويخلص الدود ما يأكل شيء. شفت أهمت من القصة؟ قال افتهمت انه اللي يقعد من وقت تاكل العصافير. يلا خلينا نقرا القصه الثانيه. عوف طلعت شرفت هسه القصه الثانيه. ها لا عوف وين القصه بعد. يا الله ناخذ ورقه. وزينب عامر من بغداد موفق مبارك ان شاء الله. يا الله الميز راح. زينب كل التوفيق ان شاء الله، تستلمين جائزتك نورت الاملاك ان شاء الله. إلى هنا وصلنا وياكم احبتنا الى نهايه حلقتنا، تقبلوا تحيات مهدي بنين احمد وكل المحبين. انا مع السلامه. يا مان الله.